جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف طاراي ميم، يقول: قالت لي أمي إنها أرضعت بنت خالي مرة واحدة يوم ولادتها، فهل يجوز لي الزواج من بنت خالي علما بأننا نقول عند كتابة العقد على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة؟ جزاكم الله خيرا. على سنة الله ورسوله شيء طيب، أما اشتراط المذهب فهذا غير مشروع، أن يقول على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب فلان، يكفي أن يقول على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب إخوانه من المجتهدين من الأئمة الأربعة وغيرهم لا يخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قال على سنة الله وسنة رسوله كفى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ضواحي نعم نعم. وأما الرضاع الذي ذكره، نعم، فإذا ثبت أنها أرضعتها 5 رضعات معلومات في الحولين فإنها تحرم عليه، لأنها أصبحت أخته من الرضاع، حيث إنها رضعت من أمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم الولادة ما تحرم، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وهذا في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لما ذكر سبحانه وتعالى المحرمات في النكاح قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فإذا ثبت أن أمك أرضعتها 5 رضعات في الحولين فإنها تكون أختك من الرضاعة وتحرم عليك. أما إذا لم يثبت هذا أو ثبت أنها أرضعتها ولكن لا يدرى كم عدد الرضاعات، فالاحتياط أيضا تركها ابتعادا عن الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. فتركها في هذه الحالة يكون من درء الشبهات. نعم.